صباح الخير. طبعا عندي مشكلة في شوية دهون زايدة في الخصر، اتواصلت مع الدكتور بشر البزرع عياداته، طبعا وصلني للدكتور ناهر هلال استشاري التجميل في بريطانيا وفي لبنان وسوريا بعد. طبعا سألت عنه وكثير من ربيعاتي دائما يسيرون عنده وما شاء الله عليه، يعني اليوم ان شاء الله بسوي العملية وانا واثقة انها بتكون عملية ناجحة. انا الدكتور ناهر هلال، انا جراح تجميل خريج بريطانيا، حديثا صرت من فريق دكتور بشار بزري ومركز بزري الطبي للجراحات التجميلية. عندنا مريضتنا الغالية بدنا نعمل لها شوية نحت في الجسم، ما يتضمن هالشيء باستعمال جهاز البيزر وأحدث جهاز بالنسبة لشفط الدهون مع شد الجلد. التقنية بدها تكون بشفط دهون ببعض المناطق في جسمه وإعادة حقن هذا الدهن من بعد ترتيبه وتنظيفه في مناطق أخرى لحتى يعطينا الشكل اللي نحن نريده والمريضة بتكون راضية عنه والمريضة اللي هي طلبته بشكل أساسي. مركز بزر الطبي لجراحات التجميل وجراحات الأنف، نحن كتير فخورين أنه في عنا إمكانيات جراحية وفنية كبيرة كتير. أنا الدكتور بشار بزر استشاري جراحات الأنف التجميلية والوظيفية واستشاري أنف أذن حجرة، انضم معي الزمالة البريطانية من سنة 1989، يعني من حوالي شي 27 سنة أنا بشتغل استشاري من سنة 1990. انضم لنا حالياً الدكتور ناهل، الدكتور ناهل هلال من أكبر الجراحين المميزين كانوا بلبنان وسوريا، وكان جراح معروف على مستوى شمال سوريا كلها، وحتى معظم زباينه كانوا يجوا من لبنان، كان يتنقلوا زباينه من لبنان يجوا خصيصا له من لبنان الى حلب الى سوريا، لانه كان شغله ممتاز، نتائجه ممتازه واسعاره كمان منطقيه. فهلا هو عيبدا عمليه شفط الدهون تحت التخدير الموضعي، وحيحكي لكم شويه عن شفط الدهون وليش بيساويها وكيف يشوف وقت التخدير الموضعي كمان بشفط الدهون. ما حكينا المرحلة هلا تحت التخدير الموضعي وتسكين الألم، المريضة بدنا نعمل لها نحت جسم. هالنحت شو بيتضمن؟ بيتضمن شفط دهون من بعض المناطق وزرعة بمناطق أخرى. فهالشفط الدهون في البداية في عنا حقن بالإنفلتريشن ليكويد اللي هو تريميوسنت ليكويد اللي هو بيتألف من سائل سيروم فيزيولوجي مع مخدر موضعي لراحة المريضة، بنفس الوقت مع مادة الأدرينالين مشان تقبض الأوعية الدموية ما يصير نزف، الشحم ينشفط بشكل بيور بشكل كامل، بالإضافة لمادة البيكربونات. هالشي هذا بيقلل اختلاطات شفط الدهون من حيث الصمامة الشحمية أو التهاب الوريد الخسري، بيقلل البروزس هالكدمات الزيادة اللي بتصير أثناء الشفط، وطبعا بكانولات بقنيات قطرة ضيق كتير لأنه القطرة الكبير هو اللي بيعمل اختلاطات زيادة. الحقن هون هاي الحقن يفيدنا بنشر هذا السائل اللي حكينا عليه، بنفس الوقت التسليخ للمنطقة حتى يصير سحب الشحوم بطريقة أسهل كتير. حوالي 25 دقيقة حتى السائل يعطي مفعوله ويصير عندنا سطح تسليخ مباشر لعملية سحب الدهون. سحب الدهون طبعا بطريقه مماسيه، الشحم بلش شايفين بنحاول انه شحم صرف يكون بدون اي دم. من عمليتنا اللي هي بتتضمن نقل هالشحوم اللي تم سحبها من بعض المناطق اللي هي بترغب المريضة وإعادة حقنها بعد تنظيفها والمحافظة على سلامتها وحجمها
بأماكن اللي كمان بترغب المريضة. وكل عمليتنا طبعا تحت التخدير الموضعي مع تشكين الألم وبكل راحة للمريضة وبكل سلاسة بدون أي نزيف أو أي اختلاطات إن شاء الله. شكرا.